أكد رجل الأعمال شفيق جراية في بيان أصدره منذ قليل الرأي العام أنه اللي ورد في البرنامج التلفزي لمن يجرؤ فقط بخصوص الصحفيين كان مجرد مزحة لمشاكسة الصحفي نوفل الورتاني، واعتبر أنه تم إخراج المزحة هذه من سياقها واستعمالها من طرف نشطاء وجهات عندها أهداف سياسية بغرض الإساءة له وشن حملة لتشويهه حسب البيان، كما أكد على احترامه لعموم الصحفيين المهنيين والموضوعيين في تونس، وعبر عن أسفه لما شعروا به من إساءة وأكد على اعتذاره لهم. من جهة أخرى اعتبر أن بعض الأطراف تحركت في اتجاه إدانة مسبقة له فضلا عن بعض المنابر الإعلامية اللي فتحت أبوابها لتشويهه وطالب بحق الرد على حملة التشويه الممنهجة ضده حسب مصدر في البيان. هذا وأشار إلى أن بعض الأطراف اللي تحدثت عن رفع قضية ضده تحمل أجندة سياسية، كما نبه إلى خطورة انسياق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في قيادة حملة تشويه ضده واتهامات لا أساس لها من الصحة. وفي ختام البيان توجه شفيق جراية توجه بتحية شكر وتقدير إلى الصحفيين التوانسة اللي مثلوا دعامة من دعائم البناء الديمقراطي الوطني.